السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدي الأحبة بحلقة جديدة من حصاد الأيام وأبرز ملفات اللي نتابعها بهاي الحلقة. حياكم الله. بجناحي الإرادة والعزيمة، الحكومة تحلق في سماء القبول بين الأوساط الشعبية والسياسية بعد ما اتضح على أرض الواقع حزمة الإصلاحات والتحديات اللي عملت على عبورها بزمن قياسي مقارنة بالمدد اللي كانت متاحة للحكومات السابقة. حكومة الخدمات تجتاز المعوقات اللي وضعت أمامها، فرغم سحاب التضليل اللي أرادت إخفاء ما قدمت من خدمات إلا أن الواقع يشهد بما تم تغييره. الجهد الهندسي وإعمار الطرق والمناطق المتهالكة إضافة إلى إعادة توازن اقتصاد البلد بمعالجة ارتفاع الدولار ومكافحة الفساد، خطوات يشيد بها المراقبون والأوساط السياسية لما أحدثت من تغيير في المنظومة السياسية. مشاهدي الأحبة، ملفنا الثاني من حصاد هذه الليلة راح نتابع بأنه في وقت متزامن تقريبا أعلنت موسكو وبكين عن موعد الزيارة المرتقب للرئيس الصيني شي تشينغ إلى العاصمة الروسية، الحدث اللي وصفه الطرفان بأنه يشكل نقطة دفع أساسية لتطوير التعاون في مجالات عدة بات يحظى بأهمية إضافية على خلفية تمهيد بكين لجهود وساطة محتملة تنهي الصراع المحتدم في أوكرانيا وحولها. موعد الزيارة يعطي دفعة جديدة لمحادثات السلام ويشرع الباب أمام أولوية الحوار بدل المواجهة، غير أن الأرضية ليست متاحة بما يكفي لنثر بذور السلام الصينية، فمقترحات الرئيس تشي تحتاج إلى الكثير من الدراسة، والروس يعبرون عن بعض الخطوط الحمر وهذه الجهود اللي يبذلها التنين الصيني، إلا أن توسيعها لمشاركته في الملفات الإقليمية وحتى الدولية خاصة بعد نجاحها في الوساطة بين السعودية وإيران. هاي ملفات مشاهدي الأحبة راح نتابع هذا من حصادنا لهذه الليلة، تتفضلون بقاء ويانا ومتابعتنا. في خضم تنامي الدور الحكومي في الإصلاح الحقيقي والتغيير اللي عكفت الحكومة على إحداثه تحت أنظار المراقبين والشعب اللي يتفائل خيرا بما تقدمه الحكومة من خلال حملة أو جملة الخطوات وحزمة القرارات لتغيير المسارات وتوجيه العمل نحو تقديم الخدمات بعيدا عن الشعارات المزيفة. خلونا مشاهدي الأحبة نفتح هذا الملف مع ضيوفنا بعد أن نشاهد التقرير الآتي. منذ الوهلة الأولى لبدء حكومة الخدمات مهامها الحكومية المناطة لها بما ينسجم مع مسؤولياتها، بدأت بتنفيذ ما وعدت به من إصلاحات للعديد من القطاعات والملفات التي ركنت على رفوف الفساد والإهمال في الحكومة السابقة. يرى المتابعون أن الحكومة الحالية بسقف زمني قصير أثبتت على أرض الواقع الإصلاحات التي تعهدت بها والتغييرات الواضحة في المنظومة السياسية. تتصاعد وتيرة الحديث عن خطوات الحكومة في الشارع العراقي وما تم إنجازه خلال المدة القصيرة بعدما لامست تطلعاته من تنفيذ الوعود فيما يخص الإصلاحات الأساسية، متمثلة بإعادة إعمار الطرق المتهالكة وشمول الكثير ضمن الرعاية الاجتماعية وإنفاق المخصصات المالية لهم. الأهم من بين ذلك إطلاق الموازنة لثلاثة أعوام بعدما أشاد المواطنون بإنجاز السيطرة على ارتفاع الدولار بحسب ما وصفوه. فعلى إثر ما تم تداوله من تفاؤل شعبي كسبت الحكومة بأدائها ثقة الشارع ويتوسم بها خيرا. المهمة لم تكن سهلة. إطلاق الكثير من القرارات بشأن تصفير الفساد وملاحقة العابثين بمقدرات الدولة، خصص لها الكثير من الجهود المتضافرة والوقت لإصلاح واقع البلد على ضوء ما تعهدت به الحكومة في جعل عام 2023 عام الثورة في الخدمات والإعمار. نهى الشمري، الأيام الفضائية. حياكم الله مجددا مشاهدي الأحبة، أرحب بضيفي الكريمين الأستاذ وائل الركابي عضو ائتلاف دولة القانون ضيفا كريما في الأستوديو، وكذلك أرحب بضيفي الكريم الدكتور محمد العقيلي رئيس مجموعة الدراسات والأبحاث الاستراتيجية الدولية. أهلا بكم ضيوفا كرام. أبدأ مع حضرتك أستاذ وائل، نتحدث عن الاتفاق السياسي حول صيغة هذه الحكومة بأنها حكومة خدمة وطنية. هذا الاتفاق السياسي هل رفع من وتيرة الإنجاز وأزال عوائق عدة كانت تواجه الحكومات السابقة؟ بدأ بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لحضرتك أستاذ أحمد ولضيفك العزيز
أستاذ محمد ومشاهديكم الكرام. أتصور نعم أن التوافقات السياسية أو الهدوء السياسي الحقيقي الذي دعم الحكومة ودعم السيد محمد الشياع السوداني بالتأكيد أنه انعكس إيجابا على أدائها وعلى إنجاح برنامجها، وإن كانت الفترة الزمنية يعني ليست كافية للحكم بشكل مطلق. أنا أتصور أنه الأربعة أشهر هي ليست يعني قياس حقيقي، إنما بعد الستة أشهر وأكثر حتى نصل إلى السنة الأولى من الممكن أن نقول أنه فعلا هناك منجزا حقيقيا. على الرغم من قصر هذه المدة، إلا أننا كمراقبين وكمتابعين لأداء هذه الحكومة نجد أن هناك منجز صحيح حقيقي، يعني توقف في بعض الحكومات السابقة، وهذا يأتي يعني بسبب حالة الاستقرار السياسي. السجال السياسي الذي تعودنا عليه طيلة الفترات الماضية هو الذي كان يؤدي إلى عدم نجاح أو تنفيذ البرنامج الحكومي. البعض منها مثلا في الحكومة السابقة حكومة الكاظمي للأسف كانت حكومة فيسبوك ولم تكن حكومة ذات برنامج حقيقي. الحكومة التي سبقتها كانت هناك أطراف خارجية أرادت أن تتدخل في الشأن السياسي، الذي أقصد هنا ما حدث من مجريات في عام 2019. الحكومة اللي قبل 2019 كانت أحداث الحرب مع داعش وما شابه ذلك. الآن يبدو لي أنه التوافق السياسي الذي نتج عنه ائتلاف إدارة الدولة بين الكردي والسنة والشيعة جعل هذا التوافق أو جعل المواطن يعتقد أن هناك قناعة راسخة لدى هذه الأطراف السياسية بأنه لا بد عليهم أن يصلوا إلى حالة التوافق حتى ينجحوا بتنفيذ برنامج العمل الحكومي إذا ما أرادوا فعلا حالة الاستقرار. طبعا فضلا عن هذا النجاح المتغيرات السياسية في الإقليم والدولة بالتأكيد. دكتور محمد جود ترحاب حضرتك، النجاح اللي يتحدث عنه أستاذ وائل الركابي في الأوساط السياسية وجعل المعيار هو المعيار الشعبي والرضا الجماهيري عن يعني ما تقوم به الحكومة. طيب هنا نتحدث عن الخدمات المقدمة للمواطنين بعد سنوات عدة من الإهمال، والأمثلة كثيرة، يعني 12 13 14 سنة ماكو تعيينات، ومجلس الخدمة الاتحادي مثلا باشر بجملة كبيرة من التعيينات، خدمات ما لمسها المواطن أصبح الآن يلمسها وغيرها من هذه الشواهد. بعد هاي السنوات الطويلة من الإهمال، لأي درجة راح ترمم هذه المنجزات ثقة الشارع العراقي بالعملية السياسية بصورة عامة، بالحكومة بصورة خاصة، بعد أن وصلت إلى مراحل كاد أن ينفرط عقدها أكثر من مرة؟ شكرا جزيلا أستاذ أحمد على هذه الاستضافة، تحية لك والأخ وائل المحترم وكذلك إلى جمهور قناتكم الأكارم. يعني العوامل التي تفضل بها الأستاذ وائل هي واردة، لكن هذه ليست يعني هي الكفيلة للنجاحات. يعني رؤية رئيس الحكومة حيال القضايا يعني والتحديات التي واجهت العراق وتواجه حكومته، أي أنه لديه فهم عميق لما يجري في العراق من مشاكل فنية أدائية في الوزارات، المؤثرات على عمل وأداء الوزارات. ثانيا تكامل المؤسسات، يعني تكامل المؤسسة القضائية مع الحكومة، يعني هذا جدا مهم. القرارات الأخيرة من مؤسسة القضاء الأعلى ومن المحكمة الاتحادية كانت يعني هو ترصين إلى وتقوية ويعني تسنيد عمل الحكومة. وحتى البرلمان، يعني رغم يعني لن نلمس أن هناك يعني أداء يعني إيجابي يتماشى مع الأداء الحكومي ومع أداء المؤسسة القضائية، نجد أنه لحد الآن في هدوء، وهذا الهدوء يعطي استقرار نسبيا سياسيا على الأداء، على الجانب الرقابي، على حتى الجو السياسي. قطعا الجمهور الشعب يريد مخرجات ليست له علاقة بما يجري من مشاكل سياسية من تحديات ومخاطر، هو ليس معني بها، هو يريد مخرجات من الوزارات خدمية اجتماعية قطاعية على مستوى الاقتصاد، على مستوى التعليم، على مستوى
الاتصالات، على مستوى المواصلات، على جميع القطاعات يريد أن يلمس، ولو يريد أن يلمس أن هناك يعني مؤشر لتغيير قادم نحو الأفضل، هذا من الممكن أن يرضي الشعب. وإذا كانت هناك يعني نتائج ملموسة حقيقية تتحرك على الأرض، هذا يعطي ثقة أكثر للمواطن. وكذلك حتى وإن كانت هناك يعني مزعزعات إلى العمل الحكومي، المواطن سوف يكون خير سند وأفضل من الكتل السياسية سند العمل الحكومي. بالتالي السيد السوداني ليس فقط يعني قضية التعيينات والقضايا المادية، لكن هو جاء بمنهجية وربط بمنهجية. يعني هنا يعني أعطي أمثلة وأدلة واقعية، أن المنهاج الوزاري مرتبط بالبرنامج الحكومي، والمنهاج الوزاري والبرنامج الحكومي مرتبط بالموازنة، والموازنة مع البرنامج الحكومي والمنهاج الوزاري هو مرتبط بالمتابعة للربط ما بين هذه المفاصل الثلاث حتى تكون المخرجات. مسألة وقت يعني ننتظر يعني الموازنة. نعم أنا شخصيا لدي بعض الملاحظات على الموازنة، من الممكن أن تعاد صياغة بعض المواد، بعض الفقرات، بعض يعني الأرقام، من الممكن أن تكون. أنا كشخص يعني باحث في عدة يعني قطاعات حكم عملي، أجد أن هناك بعض الملاحظات. من الممكن للبرلمان أن تكون لديه حالة التدارك والتدارس مع الحكومة كي يتم صياغة الموازنة بطريقة أخرى. نعم المؤثرات أثرت على إقرار الموازنة في الحكومة، مثلا تغيير سعر الصرف، مثلا أن هناك يعني بعض القضايا أحرجت الحكومة كثيرا مع تأخر الموازنة من العامين السابقين. فبالتالي هناك تحديات، لكن التحديات الفهم المشترك. أضف إلى ذلك هو الرجل دائما يعني يستمزج الآراء من الخبراء ومن المستشارين، فبالتالي يحتاج إلى دمج ما بين يعني المؤسسات التي تحتوي على خبراء وما بين المؤسسة التي هي معنية بالسادة المستشارين، هيئة مستشارين رئاسة الوزراء. فبالتالي هناك عدة مدخلات يعني إلى السيد رئيس الوزراء أو إلى الحكومة بصورة عامة. هذه المدخلات من الممكن أن تكون هي لديها صفة صناعة القرارات أو صناعة التوجيهات والتعليمات. طيب. أما متخذ القرار ومتخذ التعليمات يفترض للحكومة، الوزارات ورئيس الحكومة أن تكون الصياغات سليمة تتناسب مع صناعة القرارات. أنا أكو نقطة دكتور محمد، خلينا نوجه الأستاذ وائل الركابي، لما تكون هذه النقطة تتحول من التنظير إلى التنفيذ، يعني من الورق إلى الميدان، أستاذ وائل نتحدث عن هذا العمل في هذا الحقل الميداني، هنا هاي الصفة برزت كثيرا وأصبحت سمة واضحة في عمل حكومة السوداني. هاي المتابعة المباشرة ماذا ستحقق وماذا ستظهر من نتائج، وهل هنالك جهات ستلكئ أو تحاول متقصدة العمل على إيقاف هذا التقدم؟ يعني هو الرجل حقيقة بغض النظر عن أنه منذ أن تسنم مناصب قبل رئاسة الوزراء، وهو الرجل مشهود له بالكفاءة وحسن الإدارة والعمل الجاد والنزاهة. اليوم يعني حتى نسمع من مكتب رئيس الوزراء ومن بعض المستشارين ومن بعض كل المقربين في الحلقة الخاصة جدا له يشكون يعني لكثرة التزامه، يعني يأتي صباحا الساعة 7 صباحا ولا يخرج حتى 10 مساء إذا كان الدوام فقط في المكتب، من حيث المتابعة ومن حيث كل يعني أدق التفاصيل هو يتابعها بنفسه. وهذا يؤكد على أن عندما يكون أعلى سلطة في هرم الدولة يتابع بهذا العمل وبهذا الجهد صغائر الأمور، بالتأكيد أنه يعطي مجال يعني لا يعطي مجال لمن يحاول أن يتخاذل أو يقصر أو يتكاسل في أداء عمله. أما موضوعة من يحاول أن يقف أمام هذا النجاح، أنا أتصور أنه أيضا في برنامج السيد محمد الشياع السوداني، وهو موضوع التقييم للدرجات الخاصة وللوزراء بحد ذاته، هو هذا السقف الزمني للاختبار أتصور أنه سيجعل أو يحد من عدم قدرة من يحاول أن يفشل هذا العمل وهذا الأداء الكبير الناجح. لذلك الكل يسعى إلى أن يكون ضمن التقييم الصحيح الذي يقبل به السيد رئيس مجلس الوزراء أو اللجنة المخصصة لهذا التقييم،
سواء من مستوى وزير أو دون ذلك للدرجات الخاصة. أتصور أنه اليوم أستاذ أحمد أنه عملية من التنظير إلى الواقع العملي هي تلقى قبولا من 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 الشارع العراقي، لأنه أول ما أطلق على اسم حكومته حكومة الخدمة الوطنية، أسس بعدها فريق الجهد الحكومي، الجهد الذي يتابع كل صغيرة وكبيرة لإنجاح هذا الأمر. المدة الأربعة أشهر وأنت تسير في الشوارع وأنت تسير في تدخل أي دائرة تجد أن ثمة متغيرات بسيطة. نعم قد لم تكن هي الآن بمستوى الطموح، لكن أمام بلد كانت فيه كل البنى التحتية وكل الأدوات فيه في العمل الوزاري وفي العمل يعني دوائر الدولة هي أقرب إلى الروتين وأقرب إلى الفساد وأقرب إلى البيروقراطية. اليوم لا، هناك ثمة متغيرات على الواقع، الواقع الاقتصادي، الواقع السياسي، الواقع الأمني. يعني حتى اليوم استقباله إلى مجاميع من وجهاء وشيوخ وقادة من الطارمية، يعني تشعر بأنه القضية قضية متعلقة ومترابطة، يعني ما عنده شيء مفصول عن شيء. يعني عندما يتحرك عن العلاقات الخارجية وكأنه يقف في أداء ما يحتاج المواطن من خدمة، لا، نجد التحرك بشكل صحيح على الصعيد السياسي، على الصعيد الاقتصادي، على الصعيد الأمني، على الانفتاح الخارجي. لذلك هذه كلها أتصور أنها تعطي ثقة لدى المواطن في هذه الحكومة، خاصة إذا ما أخذنا بنظر الاعتبار وكما تفضل أستاذ محمد العقيلي أنه البرنامج الحكومي المتوقف على رقابة وعلى إنجاح لهذا المنهج الحكومي الوزاري، نجد أنه مجرد أن يعطي موازنة لثلاث سنوات 23 24 25 هذا تأكيد على أنه تمت رؤى على البعد الاستراتيجي في هذه الموازنات لابد أن تكتمل. فهذا يعطي انطباع لدى المواطن نجاح هذه الحكومة ومصداقها في برنامجها وتنفيذها بشكل عادل إلى كل المواطن. أكو بعد أيضا مهم جدا دكتور محمد، نتحدث عن البعد الدولي. بطبيعة الحال عندما يؤسس لمنظومة حاكمة في الداخل فهذا الموضوع راح ينطي مؤشرات إلى الجانب الدولي، سواء على الاستثمارات أو رفع من مكانة العراق في بعض التسلسلات التي تحصى لا تعد ولا تحصى بصراحة، مستوى الشفافية، مستوى النزاهة، الجواز العراقي وغيرها وغيرها من هذه المواصفات. التأثير الدولي من خلال هذه الإنجازات، طبعا هذا الموضوع لربما من القلائل يعني في البرامج ومن خلال يعني المحاورين في البرامج أن يطرحوا هكذا أسئلة وتخص يعني دقائق الأمور بالراكينج وبال يعني ما يسمى التصنيفات يعني المفردات في العراق. أنا أؤكد هنا للجمهور ولقناتكم، كل التصنيفات التي تخرج من منظمات وتخرج من مؤسسات دولية عن العراق غير صحيحة بالمرة. وهناك فارق كبير ما بين التصنيف الحقيقي وما بين التصنيف الذي يعرض وتروج له بعض القنوات الفضائية. كيف أن هذه المؤسسات الدولية والمنظمات الدولية هي لن تأخذ الأرقام الحقيقية من الوزارات ومن المؤسسات العراقية بأرقام دقيقة، وإنما تأخذ هذه الأرقام من المصادر المفتوحة وحتى من مصادر بعض المنظمات الأممية، لكن ليست بالأرقام الدقيقة مثل وزارة التخطيط أو من الوزارات المعنية بالإحصائيات. فبالتالي كل هذه التصنيفات التي ظلمت العراق والتي شوهت سمعة العراق لدى المتلقي العراقي وغير العراقي، فهي التصنيفات كانت جزء من يعني محاربة هذا التحول ما بعد عام 2003 للنظام السياسي وحتى يعني للجو العام الذي يعني ساد. مؤثرت عندنا بعد استثمار الشركات وأثرت طبعا هذه رصينة دولية ما تجي تستثمر. المتلقي في الدول الإقليمية والعربية والدولية يأخذ يعني من الإعلام، والإعلام شوه الكثير من الحقائق. بدلي الخليجي 25 الأقرب لنا يعني مسافة وجغرافية، الشعوب العربية الخليجية لم تتمكن من يعني فهم الواقع العراقي إلا أن أتت إلى العراق وفي البصرة مثلت العراق ومثلت البصرة بيعني عطائها وكرمها وغيرت الصورة، فأصبحت الصورة الحقيقية التي نقلت عن العراق لا الوسائل الإعلام التي يعني
تنهل منها الشعوب. فبالتالي هذه التصنيفات كلها غير حقيقية، غير واقعية وغير دقيقة، ومن مسؤولية المؤسسات العراقية أن تصحح هذه الأرقام في حكومة السيد السوداني، وهي دعوة لها أن تراجع هذه الأرقام وتعلن الأرقام الحقيقية عبر وسائل الإعلام. هذا جانب. جانب ثاني، العالم يتغير، العالم يتحول، خصوصا بعد الحرب الأوكرانية الروسية، وهناك تغيرات وتحولات وقطبيات سوف تنشأ بعد الحرب الروسية الأوكرانية أو بأثناء الحرب الروسية الأوكرانية. الاصطفافات التي تجري الآن لهذه الحرب من الممكن أن تغير الخارطة الدولية، من الممكن أن تغير التوازنات الدولية. فبالتالي العراق بهذا الاستقرار السياسي النسبي، بهذا تحالف الدولة الآن الذي يعني يدير يعني دفة أمور السياسة العراقية بتوافق بتفاهم سياسي ينعكس على أداء الحكومة، فبالتالي على الجميع أن ينتظم للسياسة الخارجية العراقية، وهي متمثلة بأن الحكومة هي من ترسم السياسة الخارجية، فبالتالي الجميع يفترض أن ينتظم بانتظام المسير أو بمسير الانتظام باتجاه السياسة الخارجية، رئاسة البرلمان، رئاسة الجمهورية، باقي الرئاسات على مستوى الأشخاص، كلها تنظر إلى ما هو بوصلة تحرك الحكومة على البعد الخارجي، يفترض أن يكون نسق واحد. أما التوازنات بالعلاقات فهذا مطلوب، وجسدت هذه الحكومة هذا المبدأ، بالتالي نظرنا أن هناك العقود الاستراتيجية أو فوق الاستراتيجية، يعني كان هناك توازن فيها من مبدأ المصلحة العراقية أولا، ومن ثم العلاقات مع كبريات الشركات التي تنتمي إلى صانعي القرار في الدول الكبرى، الصين، الولايات المتحدة الأمريكية، ألمانيا، فرنسا، هذه كلها توازنات في القوى. هذا ماذا يعطي؟ يعطي أن الحكومة العراقية الحالية استثمرت الاستقرار السياسي الداخلي، الترصين الذي نشهده الآن في البعد الداخلي، ويعني يتناغم تحرك الحكومة العراقية بدولتها باتجاه التغيرات التي تحدث الآن. يعني الآن التقارب الإيراني السعودي، يعني هذا تحول، خفض التصعيد في المنطقة بصورة عامة، تركيا الآن تمر ب يعني تركيا اليوم هي ليست بتركيا الأمس يعني بعد الزلزال. فبالتالي هذه متغيرات إقليمية، متغيرات دولية، يعني تحرك الحكومة يعني جاء، يعني حركة السيد السوداني بزيارة العواصم المؤثرة إذا كانت إقليمية أو عربية أو أوروبية أو دولية، فبالتالي هذا يعطي يعني انطباع بأن الحكومة العراقية فعلا هي لديها سياسة توازن، وتقدم المصلحة العراقية على المصالح الأخرى، ولديها رأي بما يجري في الكثير من القضايا الإشكالية، في القضايا التي يعني فيها مشكلة. يعني أنا وأستاذ وائل كنا في أربيل يعني قبل أسبوعين، الجميع أجمع بما فيهم الأصوات التي كانت تنادي يعني باسم غير العراق، الآن تنادي باسم العراق. يفترض للعراق أن يكون هو يعني المستفيد أولا، ومن ثم تستفيد جميع الأطراف إذا كان في إقليم كردستان أو في المحافظات الأخرى أو مكونات سياسية. هذا الخطاب ما كنا يعني نسمع أو نرى تجديد على هكذا خطاب. الآن بدأ الجميع يعني يتيقن أن المسيرة السابقة كانت فيها مشاكل وفيها أخطاء كبرى كارثية، كلفت العراق الكثير، والشعب العراقي تكبد الكثير من جراء تلك السياسات والممارسات يعني المتطرفة سياسيا والمتطرفة اجتماعيا وحتى المتطرفة دينيا ومذهبيا وقوميا. الآن طيب، هذا الجو العام، هذا المناخ هو من الممكن أن يساعد الحكومة إلى حد كبير. على الحكومة أن تستثمر هكذا أجواء لأنها لربما هذه الفرصة لن تأتي مرة مقبلة، فعليها أن تستثمر، وباعتقادي هي قادرة على الاستثمار. أستاذ وائل، يعني هذه الانعكاسات الدولية لما تتيح فرصة كبيرة للاشتغال على الداخل، نلاحظ هنا وأشرت حضرتك في إجابة سابقة إلى موازنة الثلاث سنوات، هذا الموضوع برأيك إلى أي مدى يعطي الأريحية للحكومة لتنفيذ خططها على المستوى القريب والمتوسط والبعيد؟ يعني هو لاحظ أستاذ أحمد، اليوم السيد رئيس مجلس الوزراء أكد أيضا في لقاء له مع الشرق الأوسط حسب ما أعتقد أنه العراق ل 2050. يعني إذن القضية الحقيقية هي أنه أن تخطط أنت لثلاثين سنة قادمة مثلا، وهذا ما شاهدناه مع دول كانت مكتفية يعني
يعني في بناها التحتية ومكتفية اقتصاديا ومستقرة على الصعيد السياسي. مثلا السعودية مثال، كان برنامج محمد بن سلمان لما جاء إلى ولاية العهد أطلق 20-30. إذن قضية العشر سنوات والعشرين سنة يعني هذه دلالة على أنه هذا الرأي رأي ليس ترقيعي، ليس لإرضاء طرف معين أو لإرضاء نفسه لرئيس الوزراء أو يعطي صورة على أساس أن هذه الحكومة تشتغل والله لمجرد 5 سنوات أو 3 سنوات. فبالتالي اليوم البداية اللي تمت بها الموافقة على أو إقرار موازنة 23-24-25 هي خطة أولى لوضع اللبنة الأساسية الصحيحة لبناء المستقبل العراقي لتنفيذ أول برنامج حكومي ناجح يحظى بتوافق سياسي سواء على الصعيد البرلماني ذلك على الصعيد السياسي الإقليمي والدولي. يعني فعلا أن هناك اليوم فرصة متاحة حقيقية لنجاح هذا العمل. أمام هذه الرؤية بالتأكيد أنه المواطن الذي ينتظر على أحر من الجمر أن يرى أن هناك خدمات في الشارع العراقي تحقق له ما يصبو إليه وما حرم منه طيلة سنوات ماضية. اليوم وزارة التجارة عندما نجد أنها تتعاطى مع المواطن بشكل ينسجم ويتلائم مع رغبته، مثلا أنه ليس كما السابق كان عندما يذهب إلى الوكيل الوكيل يتحجج ويتضرع أنه لم يستلم إلا مادة واحدة من البطاقة التموينية. اليوم لا، هناك رقابة وهناك تأكيد على باكج واحد، البطاقة تسلم إلى المواطن عبر الوكيل من خلال باكج واحد. فبالتالي أصبحت الشفافية وأصبحت الأمور أكثر وضوح. عندما نتجه إلى وزارة الصحة ونجد الشروع في إعادة وتهيئة المستشفيات التي كانت قد توقفت لسنوات ماضية وهي لم ينقصها إلا 10 أو 15 أو 20% من المنجز. إذن العمل الحقيقي لكي ينفذ البرنامج الصحيح في استراتيجية طويلة كانت تستوجب على الحكومة الحالية والرؤية الصادقة في أن يكون إقرار الموازنة ل3 سنوات حتى عندما يتلكأ أو مشروع يحتاج إلى موازنة من عام 24 وإلى 25. يعني بمعنى مثلا اليوم عندما نتحدث عن القطاع الكهربائي، القطاع الكهربائي لا يمكن أن نتوقع أن ينتهي بعام 23 ولا عام 24. لذلك هذا محتاج له إلى خطط حقيقية وأموال ومتابعة وعقود صحيحة. فبالتالي أتصور أنه الرؤى بهذا التوجه هو انعكاس حقيقي لواحد من مصاديق عمل الحكومة الممنهج. نحن عندما نتحدث لا نتحدث لأن السيد محمد الشاع السوداني هو رئيس مجلس الوزراء أبدا، ولا نتحدث لأنه نتاج للإطار التنسيقي، لا، أنا شخصيا أتحدث عن ما يصدر من هذا الشخص وما يصدر من الجهة التي تحاول أن تدعمه سياسيا في البرلمان. لذلك نحن نعتقد أن النجاح لحد هذه لهذا الوقت بعد تجربة فشل لسنوات ماضية خاصة الحكومة الماضية، أعتقد أن ثمة يعني تفاؤل ينتاب ويشعر به المواطن العراقي الآن أمام مصاديق هذه الحكومة في التعاطي على كل الأصعدة. السياسة جانب مهم جدا لانعكاس الاستقرار الاقتصادي، الاقتصاد أيضا ينعكس إيجابا على المواطن إذا ما فعلا شعر بأنه الحكومة هي صادقة وجادة بتنفيذ مشاريعها وليست تأتي لمجرد نجاح لانتخابات أو تأتي لسنتين أو 3 وينتهي الأمر يذهب كما مثلا ذهب رئيس الوزراء السابق. وهذا ما نتأمل أيضا أستاذ وائل الركابي، ولذلك أشكرك شكرا جزيلا أستاذ وائل الركابي عضو ائتلاف دولة القانون والحوار وضيفا كريما في الاستوديو، وشكر كثير لحضرتك الدكتور محمد العقيلي رئيس مجموعة الدراسات والأبحاث الاستراتيجية الدولية. شكرا جزيلا لكم ضيوفا الكرام، ونتواصل معكم مشاهدي الأحبة بعد الفاصل نتابع.
حياكم الله مجددا مشاهدي الأحبة بهذا الملف. أرحب بضيفي الكريمين، ينضم معي عبر سكايب السيد كانو سعد الله الخبير في العلاقات العراقية الأمريكية، ينضم معنا عبر سكايب من أمريكا. حياك الله ضيفا كريما سيد كانو. وكذلك في الاستوديو ينضم معي الدكتور حازم الشمري أستاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد، حياكم الله ضيوفا كرام. سيد كانو، نتحدث عن تعامل واشنطن مع هذه الزيارات، برأيك هل راح يكون هنالك من يقف على التل ويحاول أن يأخذ دور المراقب فقط حول هذه الوساطة بين بكين وموسكو وكييف اللي ضمنت في جدول الأعمال للرئيس تشي ضمنيا؟ نعم، تحية طيبة لك ولضيفك الكريم ولمشاهدي قناتكم. حياكم الله. أولا تصحيحا لاسمي، كاتو وليس كانو. أرجو المعذرة، شكرا جزيلا التصحيح. نعم، طبعا يوم الاثنين هناك دعوة رسمية من الرئيس بوتين للرئيس الصيني لزيارة موسكو، وهناك يعني طبعا ترقب أمريكي بهذه الزيارة، ويراقبون الوضع بكل كثب، يعني إلى أن يذهب الرئيس جي إلى موسكو واللقاء بوتين، وهذه الزيارة الأولى بعد أن يعني الرئيس الصيني استلم الدورة الثالثة لرئاسة الصين. وهناك طبعا أخبار أنه الصين سوف يحاول بأن يعني يعم السلام بين روسيا وأوكرانيا، ولكن هذه مرفوضة من قبل أمريكا وأوروبا والغرب، إلا بانسحاب كافة القوات الروسية من أوكرانيا، وستكون هناك مراقبة شديدة لتحركات الصين فيما إذا كانت سوف تدعم روسيا بتجهيزها بالسلاح، وهذا هو التخوف من هذه الزيارة. نعم. طيب، أجد ترحاب بحضرتك الدكتور حازم الشمري. نتحدث عن ما سيجري أو يقوم به الرئيس الصيني تشي لزيارة لروسيا. شنو الدلالات اللي تتمخض عن هذه الزيارة من ناحية زمن إجراءها، الإجراءات بصورة عامة، خاصة وأنها تأتي بعد أيام من نجاح بكين في الوساطة بين طهران والسعودية؟ مساء الخير سيد أحمد لك ولضيفك الكريم والسادة المشاهدين. طبعا لا يخفى على أحد أنه الصين هي التحدي الكبير بالنسبة إلى السياسة الأمريكية في العالم، وبالتالي يراد بالفكر السياسي الأمريكي هو احتواء الصين، أما بالنسبة إلى روسيا لا، هو يعتبر كعدو في إطار العلاقات الدولية، وبالتالي تحاول السيطرة عليها. أما بالنسبة للصين لا، تختلف الإدارة الأمريكية الحالية الإدارة الديمقراطية واعتبارها نوع من الاحتواء أو التصدي لحركاتها التوسعية أو انطلاقية داخل القارات الأفريقية والقارة الأفريقية والآسيوية والشرق الأوسط وغيرها من المناطق المهمة بالنسبة للأمن القومي الأمريكي. الدلالة في زيارة الرئيس الصيني إلى موسكو هو أنه الصين ترى بنفسها أو تريد أن تعطي دورا جديدا لبيجين في إطار إعطاء نوع من البعد الدبلوماسي، كما تبينت حضرتك أنه هي استطاعت أن تجمع الفرقاء بين الرياض وطهران وتعلن عن عودة العلاقات الدبلوماسية بينهما، وأيضا هي طرحت مسألة المبادرة للأزمة، حل الأزمة في الغزو الروسي إلى أوكرانيا، ولكن لم يعني يكون هناك نوع من التجاوب من قبل الطرف الآخر، الطرف الأوكراني تحديدا الرئيسي والطرف المجتمع الغربي الآخر. لذلك هي تحاول أن تبحث عن يعني نوع من الدعم الدبلوماسي لدورها الجديد، وتحاول أن ترى ماذا يمكن أن تطرحها موسكو من ليس ضمانات وإنما من تنازلات، لأن الكل يعلم أنه القرار الأول والأخير في عملية وقف إطلاق النار في الأزمة الروسية الأوكرانية لابد أن يكون هناك انسحاب عسكري كامل من الأراضي التي دخلتها موسكو، علما أن موسكو تعتبر
الأراضي اللي دخلتها هي أراضي روسية، روسيا الاتحادية، يعني سلطت عليها في الدوما الروسي، وبالتالي هي تبحث عن دور جديد كما قلت دبلوماسيا في إطار تعضيد أدوارها التي تعتبر الدبلوماسية هي حالة جديدة في البعد الصيني في العلاقات الدولية. نعم. طيب سيد كاتو، نتحدث عن فكرة يعني تحاول ولايات، يعني شلون هل راح تنجح هاي الجهود اللي تبذلها الصين بصورة عامة؟ نتحدث عن فكرة أن الصين هي وسيط سلام لنزاعات دولية مقابل أن كانت إدارة القطب الواحد تدير الأزمات أو تحل الأزمات بخلق أزمات جديدة. اليوم دخول الصين هل راح تنجح بهكذا قيادة دولية؟ الكل يعني مثل ما ذكرت يعني ينتظر ويراقب تحركات الصينية، يعني تخوفا من طبعا الصين أيضا هي قوة اقتصادية وتعتمد على كل العالم تقريبا، يعني أغلب العالم ومن ضمنها الولايات المتحدة. النقطة اللي تخوف الولايات المتحدة حقيقة من اتفاق، أي اتفاق سوف يتم بين روسيا والصين، هو أنه إذا ما تطورت الأحداث وتستغل الصين بقضية تايوان، هذه تخوف الولايات المتحدة وتضغط على الصين بعدم التدخل والإبقاء، يعني مثل ما يقولون في عدم التدخل في هذا الشأن. وكذلك الغرب، يعني كما رأينا أنه أمريكا وبريطانيا حذرت الصين من تجهيز موسكو بالأسلحة والذخائر لأن هناك نقص في الذخائر. ولا ننسى أيضا أنه دور الصين هذه الأيام باتت في مناطق مصالح الدول الغربية وأمريكا بالذات، كما رأينا الأسبوع الماضي كيف قامت الصين بالتوسط بين يعني قطبين كبيرين في المنطقة اللي هما السعودية وإيران، واستطاعت بتوقيع الاتفاقية كوسيط وكضامن لهذه الدولتين. وهذه أيضا كانت يعني رسالة يعني إلى الغرب وخاصة الولايات المتحدة، وهذا ما تخشى يعني إذا كان هناك اتفاق، وهذه الزيارة سوف تكون لمدة يومين، سيكون موجودا في موسكو يوم الاثنين وتنتهي الزيارة يوم الأربعاء، فهناك محادثات كثيرة. أتصور أنه أي شيء قد يحدث من هذه المباحثات الطويلة بين روسيا والصين سوف تظهر في المستقبل القريب على التطورات، سواء كان على يعني حالة الحرب الروسية الأوكرانية أو في المنطقة عموما، لأنه لا ننسى بأنه عندما زار بايدن إلى المنطقة الشرق الأوسط وفي المملكة العربية السعودية صرح وقال سوف لن نقبل ولن نسمح بتدخل روسيا والصين في مناطق مصالحنا، وهذا شيء خط أحمر بالنسبة لنا. ولكن الصين يعني تدخلت وأصبحت لها الدور والثقل في المنطقة وخاصة في الشرق الأوسط، وكما رأينا وتحدثنا عن الاتفاقية التي قبلت بها كل من المملكة وإيران الصين كضامن وليس الولايات المتحدة. نعم، فهذه الزيارة تترقبها واشنطن بكثب وتنتظر عن نتائج هذه الزيارة التي سوف تدوم ليومين إلى يوم الأربعاء، ومن ثم بعد ذلك سوف تكون هناك الجواب من قبل الدول الغربية والولايات المتحدة. ولكن على الأكثر سوف لن يقبلوا بأي يعني مثل ما يقول وقف إطلاق النار ما دون انسحاب القوات الروسية كاملة من الأراضي الأوكرانية. طيب دكتور حازم، يتحدث سيد كاتو عن هذه المعادلات الدولية ويخصصها في الشرق الأوسط، لو خصصنا الحديث في هذه المنطقة، برأيك هاي التفاعلات في المنطقة وخارج المنطقة راح تبشر بشرق أوسط متعدد الأقطاب؟ في السياسة الدولية كل شيء وارد، ولكن في منطق المدرسة الواقعية يعني
راها صعب جدا، قد أكون مخطئا، ولكن المقومات القوة والقدرة لدى الولايات المتحدة الأمريكية هي التي تعطي أرجحية للإدارة الأمريكية أو للسياسة الأمريكية في العالم. يعني جنابك تعلم والسادة المشاهدين وحتى ضيفك الكريم أنه ضمن ما يعرف بالمراكز الفكرية ثينك تانك منذ بدأ يعني يعني تسعينيات القرن الماضي كان يطرحون أن القرن 21 قرنا أمريكيا، وطرح القرن 21 قرنا أمريكيا هو لا يأتي من فراغ، وإنما هناك مقومات اقتصادية وعسكرية وسياسية وغيرها من المقومات التي تستطيع من خلالها تلعب هذا الدور. عملية أعطاء أدوار جديدة بتعدد قطبية في الشرق الأوسط لا أظن، يعني حتى مسألة التلاقي أو التقارب بين الرياض أو الخليج دول الخليج مع الصين هو كان يعني مزعج للولايات المتحدة الأمريكية، لأن هي هذه مناطق نفوذ أمريكية ليست الآن وإنما منذ زمن طويل جدا. وعليه أنه عملية التوغل في مناطق النفوذ في العلاقات الدولية لا يسمح به، يعني من الصعب بمكان أن تكون هناك ما يعرف بالتلاقي التي يعمل على أن ممكن أن يؤدي إلى انفجار بأي لحظة، هذا غير طبيعي. لابد أن تكون هناك محادثات، ولابد أن تكون هناك نوع من الاستيعاب بالتقارب في منطقة واحدة لإضداد في العلاقات الدولية وفي السياسة الدولية. طيب. فلذلك عملية تعدد الأقطاب في الشرق الأوسط هو يعني حقيقة يعني مفيد لدول الشرق الأوسط، ولكن مفيد بحسابات معينة، يعني هي ليس على الغالب مفيد. يعني بالسياسة الدولية تعدد المصالح هو أفضل من احتكار المصلحة. نعم. يعني أن تنفتح على الجميع أفضل من أن تركز علاقاتك مع دولة أو دولتين، هذا صحيح، ولكن الانفتاح على الجميع لابد أن لا يعمل على استثارة الطرف الآخر أو استفزاز الطرف الآخر وهو المجتمع الغربي. لذلك التعددية هو القطبية اللي تفضلت فيها هي متوقفة على مدى توجه دول الشرق الأوسط، وخصوصا نحن نتكلم عن دول الطاقة بترول والغاز والممرات المائية. هذه الدول كيف سوف تتوجه إلى الشرق، يعني إلى الصين أو إلى إيران أو إلى موسكو، وماذا سوف تفعل مع المجتمع الغربي اللي هو الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية قبلهم حلف الأطلسي. هذه أسئلة كبيرة، يعني نترقب التحركات الدبلوماسية والسياسية ومن ثم نقول كلمتنا في عملية التحليل السياسي. نعم دكتور كاتو، تفضل الدكتور الشمري بعدة تساؤلات، ويعني خلينا نلخصها أنه لما تحاول الصين تقديم نفسها كصانعة للسلام في العالم، فهل هذا الأمر سيروق لأمريكا أم أنه واشنطن راح تعتبر اختراق كبير لدورها في المنطقة أو في العالم بأسرع؟ إنه دور الولايات المتحدة الآن يعني الدور ضعيف، يعني هذا تستغل كل الدول الأخرى، يعني مثلا نرى الصين اليوم تستغل هذا الضعف، وكذلك المملكة العربية السعودية، لأن هذه الإدارة إدارة بايدن حقيقة يعني هناك عجز في كثير من الأمور، وخاصة على السياسة الخارجية، والكثير من المحللين هنا في واشنطن يقولون بأن السياسة الخارجية فشلت بالنسبة لهذه الإدارة الأمريكية، ولهذا نرى أن الصين تستغل هذه الظروف، ويعني مثل ما رأينا سابقا كانت الصين تستغل الفراغات في سواء أفريقيا أو في دول أخرى، وحتى لو نتذكر قبل 3 أو 4 سنوات عندما حاولت الصين التدخل في المنطقة، يعني عندما عقدت مع إيران باتفاقية مليارات من الدولارات من ناحية نفط والطاقة، كانت الإدارة الأمريكية في وقتها قوية وضغطت على الصين وانسحبت، ولكن
الآن الصين تستغل هذا الضعف حقيقة، والإدارة الأمريكية والغرب لا يستطيعون الاستغناء عن الصين كما تعلمون، لأنه أكثر المنتجات التي يعني تعيش عليها هذه الدول تأتي من الصين، فالصين تستغل هذه الظروف، وأعتقد أنها نجحت يعني سواء كانت ضمان يعني وهذه الثقة يعني مثل حليف مثل المملكة العربية السعودية لأكثر من 70 سنة مع الولايات المتحدة وبالأخير تذهب إلى الصين، هذا يدل على أن حتى الحلفاء للأمريكان بدأوا يفقدون الثقة بهذا الشريك والاتجاه نحو الأقطاب الأخرى مثل ما ذكرت الصين وروسيا ودول أخرى. ولكن هذه الزيارة طبعا يعني الولايات المتحدة مسبقا أعطت إشارة إلى الصين بأنها لن توافق على أي مذكرة سلام أو اتفاقية سلام ما لم تنسحب كافة القوات الروسية من أوكرانيا، وهذا طبعا يصعب. وكل نقطة مهمة أخرى أخي العزيز أنه الصين سوف يذهب إلى روسيا في وقت أنه المحكمة الجنائية الدولية يعني كما سمعتم ورأيتم أنه محاولة تجريم بوتين وإلقاء القبض عليه، وهذا أيضا كانت يعني استباقية لزيارة الرئيس الصيني إلى روسيا. أشكرك شكرا جزيلا السيد كاتف سعد الله الخبير في العلاقات العراقية الأمريكية، حدثتنا عبر سكايب من أمريكا، وشكر كثير لحضرتك الدكتور حازم الشمري أستاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد، ضيفا كريما في الأستوديو، وشكري موصول لكم مشاهدي الأحبة على حسن المتابعة، في أمان الله ورعايته.